مرحبا بكم جديد مشاهدي الاعزاء. ويمكن يا لينا كنا بنستمع لواحده ونشاهد واحد من الاغنيات الجميله، فنان اغنيه الفنان الكبير محمد مرغني. والاداء كان لرماز مرغني. ودائما الصباح احنا بنبدا بالحاجات المفرحه والجميله. صحيح. نعم. لكن مرات يعني غصب عننا احنا يعني بنكون مضطرين ان احنا نسلط الضوء على بعض الاشياء الحزينه شويه. نعم. والمؤلمه في نفس الوقت، خاصه لما تكون الحاجه دي انك تفقد زول عزيز من اهلك. تفقد ما بمعنى انه توفى، كلنا ذاهبون يعني. يعني الانسان بيكون على الاقل مقتنع تماما ان الانسان ده مات وربنا يرحمه، لكن لما يكون في انسان مفقود ما عارف انت هو وين، ما عارف سبب فقدانه شنو، ما عارف سبب احتقاله شنو، اشياء كثيره دي بتكون مسبب لك الم كبير جدا وضيق نفسي عالي جدا. يمكن واحد من الشباب شباب البلاد مفقود في اريتريا تحديدا، محمد بابكر، صغير السن 32 سنه، فقد في اريتريا وسلطات هي يعني قبضت عليه وتم القبض عليه دون اسباب معلنه. احنا هنخوض في التفاصيل اكثر مع عمار محمد علي موسى من اسره المفقود محمد بابكر داخل الاستوديو. اهلا بك استاذ عمار، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا بك وصباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح وزي ما قالت لينا يعني الحياه هي كده، يعني اساسا في كثير من الاشياء بتمر بينه امتحانات من ربنا سبحانه وتعالى، ان كانت مفرحه ومحزنه، وعسى ان تكرهوا شيئا يعني في معنى الايه هو خير لكم، وربنا نزل انه يجمع بيه. ولكن في البدايه اخ عمار دايرين نتعرف على القضيه اللي حاصل شنو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدء ارحب بقناه الشروق وبرنامج الخاص المميز صباح الشروق. الابن محمد او الاخ محمد بابكر مضوي هو اخ بالنسبه لي، ابن خالي. نعم. هذا الشاب هو شاب يافع جدا، عمره 32 سنه. تخرج كمعظم الطلاب يعني من جامعه الضنقله قسم الجيولوجيا، مهندس جيولوجي. تخرج سنه 2011. بحث عن وظيفه عشان يسد بها يعني الضائقه المعيشيه بتاعته، فطرق كل الابواب الوظيفيه ما توفق في الوظيفه، لجأ للتجاره. سافر لدولة اريتريا، تاجر في السودان وتوفق جدا، وتحت السفر لدولة اريتريا. سافر لدولة اريتريا بصحبة اخواننا وزملائنا من البلد. وكان موفق جدا في حياته العملية، يعني بيمشي يسافر يشيل بضائع من هنا ويسافر اريتريا يبيع ويجي يعني يسور الحال. فجأة كده بعد فترة من الزمن، يعني عدى له 3 شهور هو في سفره ده، نزل من الفندق ما جا رايح تاني للناس اللي معاه في الفندق هناك. يعني بينزل بيشوف حاله بيقضي اغراضه وحاجاته زي كده. اي نعم بالضبط. فلما معاه ديل يومين ثلاثه فتشوا عنه ما لقوه، سالوا بتاع الفندق بتاع الريسبشن، قال لهم والله يا اخي الزول ده جاء هنا الامن الاريتري وساقوا. ساقوا لشنو؟ ما وضح ساقوا لشنو، سبب الاعتقال بتاعه شنو، ده ما في زول قدامهم. طيب الكلام ده من بيتين، يعني هو ما جاء الامن الاريتري ساقوا من بيتين بالضبط. هو الكلام ده يوم 19/1/2019. ساقوا لحد اللحظه، يعني يمكن يكون ده 10 شهور او قرابه السنه حاجة. ما ادونا اي معلومه هناك يعني الامن الاريتري، وما في زول قال الزول ده معتقل في كده، ولا قال قضيته شنو، ولا قدموا له محاكمه، ولا عرفنا عنه اي معلومه. حالته الصحيه ما معروفه، احواله الصحيه ما معروفه، هو في السجن ما معروف. الكلام ده قبل الثوره بالضبط، مع يعني قبل الثوره او في عنفوان بدايه يعني الثوره، في الحكومه يعني جزء في الحكومه البايده يعني. جزء في الحكومه البايده. نعم نعم. يعني الـ 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 حصل يعني هو بيسافر دائما ولا دي اول سفريه له لاريتريا؟ لا بسافر كم ارساليه، ما كم حصلت له اي اصلا؟ لو كم هو بسافر لاريتريا يعني؟ انا قلت لك له 3 شهور هو بسافر ويجي عادي يعني. السفريه 3 شهور قبل الحادثه. هي السفريه ما بتستغرق لها كل اسبوع 10 يوم بالكثير. التجاره كانت انه بتاجر يشيلوا زبيرات عادي يعني، التجاره مشروعه وتجاره ما في حاجه يعني، يشيلوا زبيرات ويمشي يبيعوها في اريتريا وبيراجعين يعني. نعم. كلها سبولة مشروعه وما فيها اي مشكله وما يعني. عنده نشاط سياسي في الناحيه دي اصلا. احنا يعني معتقدين تماما زول نظيف ما عنده اي توجه سياسي، ما عنده اي نشاط سياسي، حتى في المراحل الجامعيه ما كان عنده ميول سياسيه، زول اكاديمي بحت. نعم.
ما توفق في حياته الأكاديمية دي طوال اللي جاء للتجارة. من 19 واحد إلى اليوم يعني 9 شهور أو أكثر يعني خلاص غرابة 10 شهور وشي زيادة. نعم. طيب الأبواب اللي أنتوا طرقتوها لأنه دي قضية ما سهلة أكيد أنتوا لجأتوا لبعض السلطات في البلاد حاولتوا أنه بشتى الطرق تعرفوا سبب الاعتقال سبب الحاجة اللي خلتهم أنه يجوا ياخذوه من الفندق شنو وصلتوا لشنو ويعني طرقتوا أي أبواب؟ والله يا أختي العزيزة نحن بعد فقد بثلاثة يوم ظلينا في بحث مستمر في اريتريا بحث فردي اخوانه يعني عنده اخوه اسمه بازر مشى قعد 4 شهور في اريتريا بس بيبحث عن محمد في كل الاجسام بيصل الجسم معين بيسال محمد بابك نضوي نزيل هنا بقول له ما في السجون الاريتريا وصل كم سجين في اسمر في تسني هو كان في مدينه تسني نعم فسال كل الاجسام ما لقى طريقه اخواننا ذاته هناك اولاد البلد والله ما قصروا يعني من هنا انا اشكرهم تماما يعني سالوا كل المناطق الممكن محمد ده يكون موجود فيها سالوا ما لقوا اي معلومه فناس السجون وناس المعتقلات وناس الاجسام ما بيدوك دليل يعني حتى لو موجود المفروض يقول لك يا اخي كذا يا اخي نشوف لك قضيتك لا يقول لك يعني ما ردوا الاسئله ما بس ما في دي ثاني انت ما ولا كلمه ما بتمشي لقدام ما طيب يعني هنا انتوا يعني زي ما انت ذكرت من الحكومه البائده هنا وصلتوا منه قبل الثوره طيب بعد ذاك جينا قبل الثوره لكان هناك نحن ناشدنا القنصل هو طبعا والمسؤول عن السودانيين الموجودين في الخارج دوره كان شنو؟ الاريتريا القنصل السوداني في اريتريا ما اصلا ما اتجاوب نهائي معنا في القضيه حتى نحن بنستغرب مرات لما بعد شهر شهرين نمشي له وننطر عشان نمشي السفاره على سؤال عنا نلقى معلومه جات نعم بيقول يا اخي انتم ما لقيتوا معلومه هو بيسالكم؟ نعم انتم ما لقيتوا يا جماعه معلومه هو المفروض ده دوره في شهر 2 نحن بلغنا السفاره الاريتريه يعني بعد 10 يوم من الحادثه شهر 2 بلغنا السفاره ده القنصل المقيم في اريتريا هناك يعني ما اصلا هو عشان ادينا نحن معلومه تريحنا بس انا من الوصول ده هو لسه موجود ولا بعد الثوره والله على ما اعتقد حد الان موجود لانه قبل هو من قبل الثوره موجود في اريتريا ولسه قاعد واستنى وقاعد ونحن يعني قبل شهر واحد من اخواننا ديل قال لي لقيته ذاته في مناسبه سألني قال لي يا اخي عملت شنو زولكم لقيته ولا ما لقيته يعني حاجه غريبه جدا يعني يعني انت بتلجؤوا لهم وهم بيسالوا يعني مش المفروض نلقى المتنفس ده دوره نلقى المتنفس قال لي ادينا ويطمنا نعم نحن الله قال لو في قضيه تقدر ترفع محامي لو في مشكله تقدر تحلوها لو عرف حاجه يعني ايوه لانه دي حاجه مهمه جدا بالضبط كده نعم ومتواصلين الان انتم بتعملوا في شنو؟ نحن الان نحن في شهر 10 وقفنا وقفه احتجاجيه بعد الحكومة الجديدة شكلت ونسأل الله أن تكون هي معين خير بالنسبة لنا في التوصل لجاد محمد بابكر المضوي وصلنا وزارة الخارجية عملنا وقفة احتجاجية قدام وزارة الخارجية قدمنا مذكرة للأستاذة أسماء وعادتنا خيرا أن إن شاء الله حتبحث في القضية بعد طوالي عملنا وقفة احتجاجية في السفارة الأريترية في الخرطوم قابلنا السفير الاريتري في الخرطوم ووعد خيرا قال ان شاء الله حنواصل في الموضوع ده ونبحث عن محمد بابكر المضوي دي صورته طبعا صح؟ دي صورته نعم محمد بابكر المضوي دي ايوه دي كانت مناشده نعم مناشده للسفاره نعم للسفاره انه يفكوا اعتقال محمد بابكر المعتقل بدون ذنب يعني لحد الان لانه ما عندنا كونسيرن واضحه نعم. وهاي ما في دليل فمن حقكم تقولوا من غير ذنب لانه ما في اي حاجه واضحه حتى الان والله راضيانين تماما لو كان هو قال أيوة الراي ده او قالوا في حيثيات ما عندنا صحيح. ما هي في النهايه قضايا كده كده بالضبط بالضبط نعم. لكن ما في حاجه حد الان هو موجهه له عشان نحن يعني اللي قلنا القلوم العذر الارتريين نعم. والسودانيين نعم هناك لكن ما في حد الان انتوا حركتكم كويس انكم تحركتوا لوزاره الخارجيه الان وزاره الخارجيه السفاره الارتريه في الخرطوم الأمم المتحدة ايوه عم كده ذكرت غدا عندنا وقفة احتجاجية في وزارة العدل ومن هنا انا بناشد قناة الشروق ان شاء الله تغطي لنا الوقفة الاحتجاجية دي نعم عسى ولعل يكون فتحت خير على يد قناة الشروق لا بد انه يكون في حراك يعني احنا كمان بنناشد بدورنا السلطات المسؤولة القنصلية والسفارات بانه يعني محمد شاب سوداني مفقود له اكثر من 10 اشهر بدون سبب واضح يا ريت يعني يكون في سبب. حاجه محسوسه لاسرته لاهله انه هو يعني تم اعتقاله ليه او تم السلطات تمت الامن الاريتري اخذه ليه فيا ريت يكون في حاجه واضحه بالنسبه لاهله عشان يرتاحوا يعني ناس بيتهم يعني الحاجه دي مؤلمه والله بالمناسبه دي يعني اهل بيته هو طبعا هم 4 اخوان
هو أصغر الأخوان. نعم. وأبوه على قيد الحياة، لكن والله من محمد ده ما اختفى. أبوه في حالة صعبة. أكيد أكيد. حالة صعبة جدا يعني. حالة ما عارف حاصل على شيء. لأنه يعني ما في يعني ما عارف ولده ده هو مسجون مقتول تحت الأرض. ما معروف. ويعني لا 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 السجون الإريترية يعني نحن نسمع عنها هي سجون سيئة جدا. نعم. يعني لا قدر الله إذا كان قدمت للسجن الإريتري أنت تقنع من حياتك. نعم. لا إن شاء الله ما تقنع من حياتك. إن شاء الله ربنا يعني يجمع به وسالم وغانم. آمين. ويعني جميل إنه الأستاذ أسمى وعدت خير الخارجيه انها وعدت خير. وبعد الثوره اكيد النظام اختلف، واكيد في ادوار كبيره زي ما حصل في القاهره يا لينا. نعم. للاخ وليد، وان شاء الله باذن الله ما دام وعدتكم خير باذن الله سبحانه وتعالى نتمنى انه نسمع خير ان شاء الله. ونحن بنحيي الاسره، اسره الاخ محمد بابكر، وزي ما قالت لينا برضه بنناشد السفاره الاريتريه اللي هنا وبالناشد القنصل والله بالناشد كل الحقوقيين وكل نعم. الناشطين وكل منظمات المجتمع المدني بالناشده انه تقف معانا وتساندنا في قضيه محمد بابكر. احنا معاكم قلبا وغالبا حتى الجمعيه السودانيه الجيولوجين يعني هو راي الجيولوجي مهندس جيولوجي يعني نعم. كان اضافه حقيقيه للبلد يعني نعم. ولابد يعني يكون زي ما ذكرنا في سبب واضح لاعتقاله او اخذه من قبل الامن الاريتري، واذا ما في حاجه عليه برضه حقوقه ترجع لانه يعني كون انه اعتقلوه ان شاء الله يكون بصحه وخير وعافيه. اعتقلوه اكثر من 10 اشهر برضه من حقكم تطالبوا بحقوقه وبيعني اشياء كثيره جدا لانه هيكون تعرض لضرر نفسي كبير. والله يا اخي يعني نحن لو لقيناه سالم في حد ذاته يعني الحقوق دي هو صح مشروع انك تطالب يعني عن سلام عشان ما تتكرر نفس الحاجات يعني اي بالضبط عن تاخير العشر شهور دي 10 يعني شهور دي يمكن يكون بالنسبه له في بنفيتس كبيره كان يكون صحيح يعني منطقي يعني وكلام يعني صراحه لكن احنا دايرين المناشده انه هو يطلع صراحه نتمنى يعني نتمنى ذلك عمار. وكمان احنا بنقول للاخ الغنصر اللي انت قبل شويه قلت قاعد هناك يعني انا ما عارف يعني شيت حلو معانا شويه هاي يعني يا ريت نحن بنناشد الغنصل هو الغنصل اللي انتم عارفين اسمه والله انا اسمه بالضبط ما عارفه طيب احنا بنناشد الغنصل يعني وهو ده دور من ادواره اللي يفترض انه يقوم بها ومفترض هو يطمنكم يوريكم الحاصل مش انتم تزعلوه يعني مش العكس لانه هو الان هو الولي يفترض انه ده دور نحن بنناشده حتى لو كان الامر الاريتري زي ما بيحكوا صعب انت ما عندك دور حكومي دبلوماسي دبلوماسي نعم. يعني طبعا موضوع الدور متداخله نعم يعني قضيه السوداني بتهمك انت بتهمك ده كلام سليم يعني تناشدوا بقنوات رسميه نحن باذن الله سبحانه وتعالى يقدم لمحاكمه لو اصلا عنده اي حاجه يقدم لمحاكمه نعم لو بريء فكوا ده ما عندنا اكثر من كده نتمنى ذلك يعني انه قريبا نسمع اخبار جيده عن محمد بابكر مضوي ويرتاح والده واسرته ويطمئنوا عليه وان شاء الله ما تكون عليه اي حاجه ويرجع لبلاده سالم وغانم لانه في الاخير هو سوداني ومننا وفينا. نعم. وبرضه نقول لوزاره الخارجيه يا ريت شويه الناس تتحركوا وولدنا يرجع لنا باذن الله. نعم. ويطمنوكم ونحن نشكرك كثير الاخ عمار محمد علي موسى ومناشدتك ان شاء الله تكون وصلت. شكرا جزيلا قناه الشرو وان شاء الله اكرر الدعوه غدا امام وزاره العدل لان وزاره العدل بالمناسبه بس لو سمحت لي في اقل من دقيقه كونت لجنة قبل أيام يعني بعد الحراك اللي حصل ده كونت لجنة لمتابعة وتغصي القضايا بالنسبة للأجانب. نعم. دي كان يعني حتى أنا عندي ذات منها صورة ودونا منها صورة فدي كانت يعني واحدة من الحاجات الكويسة كلام جميل خطوة أيوة خطوة إيجابية دي بتديك أنت الأمل إحساس في حاجة ممكن تحصل إحنا بنحييهم حي وزارة العدل بأدوار الكبيرة الأهم بتقوم بها لينا نعم أكيد نعم. نعم. شكرا لك كثير شكرا جدا ودعواتنا أكيد بقلب صادق لعودة محمد بابكر مضوي بإذن الله تعالى وعودة كل مفقود عن البلاد لأهله وأسرته وناسه.